معانا على التليفون الدكتور علي النعيمي، رئيس تحرير موقع العين الاماراتي. دكتور علي اهلا بيك. اهلا وسهلا فيك يا مرحبا. الله يرحب بيك. يعني بصفتك مراقب ومتابع في هذه اللحظات، تعليقك على البيان الختامي اللي صدر عن اجتماع وزراء الخارجيه في المنامه، وخصوصا تأكيد وزير خارجية البحرين على أن وساطة أمير الكويت هي الوساطة الوحيدة المعترف بها. أولا يعني هذا الاجتماع البيان يؤكد على شيء، أن الموقف من قطر ودعمها للإرهاب موقف ثابت لن يتزحزح وليس هناك أي تراجع عنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحديث عن قضية الحوار هو لسحب البساط عما تدعيه قطر من أنها بحاجة إلى حوار لحل الأزمة. الحوار ممكن، لكن لن يكون هناك تراجع عن القرارات التي تتعلق بقطع العلاقات مع قطر. فيما يتعلق بالوساطة، هذا تأكيد على أن القضية مهمة، أن معالجة الأزمة مع قطر يجب أن تبقى في الإطار الخليجي. التدخلات اللي كانت تحاول قطر أن تفرضها على الأجندة، سواء كانت تركية أو غربية، مرفوضة وغير مقبولة. ولذلك يعني الأمر واضح بالنسبة للدول الأربع، أن نحن موقفنا ليس هناك تراجع أبدا عن الموقف من قطر في دعمها للإرهاب ورعايتها له وتمويلها له. إذا كان هناك حوار على كيف تلتزم قطر بهذا وتنفذه. دكتور علي، تعليقك على تصريح وزير خارجية البحرين بأن وساطة أمير الكويت هي الوساطة المعتمدة فقط من الدول الأربع. أي هذا إغلاق كل الأبواب اللي تحاول قطر تفتحها الآخرين لتشديد الجهود. يعني نحن الحقيقة يعني الدول الأربع دول تنشد السلام، تنشد الاستقرار، تسعى لتنمية بلدانها وأوطانها وخدمة شعوبها، لا تبحث عن أزمات. اللي صنع الأزمة هو النظام القطري. ولذلك لما يقال نحن نريد حل، لكن حل في توقف قطر عن دعم الإرهاب من خلال مدخل واحد اللي هي وساطة سمو أمير الكويت، وهذا اللي عليه توافق بين الدول الأربع وأيضا توافق عربي في هذا الإطار. طب دكتور علي، آخر سؤال، يعني التدخلات التركية والقوات التركية التي دخلت إلى قطر والخطة التي نشرتها بالأمس صحيفة المونيتور الأمريكية وبتتحدث عن خطط تركيا لمحاولة التغلغل والتدخل في دول الخليج والسيطرة على البحر المتوسط بعد وجود أكثر من 8 قواعد عسكرية تركية في الخارج، تعليقك على التدخلات التركية والدور التركي المشبوه في هذا التوقيت؟ أنا أعتقد أن الدور التركي الآن هو نتيجة شعور بالعظمة لدى أردوغان ومحاولة البحث عن دور بعد فشله في قضية الشعب السوري. يعني الزعيم التركي يتحمل مسؤولية الدماء اللي سقطت في سوريا نتيجة دوره في ذلك الصراع. أنا أعتقد أن سياسة أردوغان تصدير الأزمات الداخلية وأزمته في الإقليم القريب من خلال تدخلات، سواء تدخلات في منطقة الخليج أو في مصر أو في ليبيا أو في الصومال. موضوع القوات التركية اللي موجودة في قطر عددها لا يتعدى 300، وأعتقد أن الرئيس التركي لما كان في جدة وجد رد قوي وواضح من القيادة، قيادة المملكة العربية السعودية، أن الشأن الخليجي يبقى شأن خليجي والشأن العربي يبقى شأن عربي، وغير مقبول أبدا التدخل التركي، وأن هذا أمر مرفوض، وأن نعتبر وجود القوات التركية على الأراضي القطرية هو نوع من الاستفزاز وخرق للأمن العربي والأمن الخليجي. الدكتور علي النعيمي، رئيس تحرير موقع جريدة العين الإماراتية، شكرا لحضرتك.